السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بفيديو جديد. فإن كنت تبحث عن قارئ شاشة خفيف وسهل الاستخدام وسريع في الاستجابة للأندرويد، فهذا الفيديو لك. انتظرونا بعد الأندرو. عدنا إليكم بعد الانترو. التطبيق أو قارئ الشاشة الذي سنقوم بشرحه الآن هو برودونس سكرين ريدر، يعني هو قارئ شاشة شبيه بالتولك باك، ولكن فيه مميزات ينفرد بها عن التولك باك أو أفضل من تلك الموجودة في التولك باك، وسنعرف ذلك معا بعد قليل. بالمناسبة رابط تحميل رابط تحميل قارئ الشاشة ستجدونه في وصف الفيديو. لنبدأ الشرح. نبدأ بأول إعداد، يعني لدينا 8 قوائم. فلنبدأ بالقائمة الأولى اللي هي قائمة بارامتر اكسسبيليتي أو اكسسبيليتي سيتنج أو إعدادات إمكانية الوصول. هنا نتوجه إلى جنرال أو عام جنرال سيليكسيوني، وبعدها ننزل إلى الأسفل. إلى هذه يس أو المزيد. هذا هو الشاشة الذي سنقوم بالأشياء. L'écran de prudence avec l'adaptateur désactivé. Autorisez l'écran de prudence avec l'adaptateur tout à l'heure d'appareil. Service geste mouvement. Je cherche le marche. Nous allons faire un petit peu de temps. Retourne le bouton. هذا كل ما في هذه القائمة. القائمة الثانية بارامتر دو لا بيبليوتيك فوكال أو إعدادات مكتبة الأصوات. بارامتر بيبليوتيك فوكال débit de parole par an 10%. C'est 10% sur ma. نعم، هذا اللي حدة الصوت.
10% أما سكيل هذه الأدري الأدري ما أدري المهم. وهنا لدينا آلات النطق المتوفرة. أولا سيستم أو آلة نطق النظام. Énoncer les conseils d'utilisation changer ordre de description des éléments. Énoncer les conseils d'utilisation changer nom. قرأت الإشعارات عندما يكون الجهاز مطفى. Réinitialiser les paramètres de geste. Balayer vers le bas, prochain point.
Personnaliser les commandes de lecture. Personnaliser les commandes de lecture. Service geste mouvement. Appel bouton. Annulaire bouton. Annulaire bouton. Page 1 sur 1. Aperçu bouton. Application lecteur d'écran de prudence. Page 1 sur 1. Paramètres de la bibliothèque vocale. Paramètres de la bibliothèque vocale. Système radio à sélectionner. Looking at the watch, I can't waste time. Take, take, take it out. Cool with the kid, got it.
icône de l'application. Facebook. ابرز الاختصارات انشاء قصه الموجز علامه الموجز علامه التبوي انشاء منشور الاشعارات انتقال الى الميله يعني رأيت بأنه السادس في الكتابة ولا يتأخر أبدا. إرسال. اشتركوا في القناة ولا تنسوا تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد تم الإرسال في السابعة. يعني هو عموما أفضل من طول باك وأسهل استعمالا من قارئ الصين لكل من لا يريد تقييدات القارئ الصيني أنصحه بأن يقوم بتحميل هذا القارئ الجديد. أما بالنسبة لرابط تحميله ستجدونه في وصف الفيديو. وإلى اللقاء.